الصلاة صعب قوي ان انا اجي اكلمك على الصلاة، صعب قوي، لان انت خدت في المدرسة كل الايات والاحاديث اللي بتتكلم عن الصلاة، ولان من وانت طفل صغير كل دروس الدين وكل اللي انت سمعته في التلفزيون، وابوك وامك كله صلي 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 صلي، وانا متأكد انك سمعت احاديث كتير هتخاف من النار لو حصل لك كذا و و، بس انا مش هدخل معاك المدخل ده، انا هدخل معاك مدخل تاني خالص. اي حاجة في الدنيا، احنا بنتكلم في حاجة اسمها رحلة للسعادة، اي حاجة في الدنيا عايز تستمتع بيها وتستفيد منها لازم يكون معاك حاجتين. اي حاجة في الدنيا عايز تنبسط بيها، عايز تستمتع بيها، عايز تستفيد منها، لازم يكون معاك حاجتين. اول حاجة معلومات عنها، امال ازاي يعني تستمتع بحاجة وانت مش عارف ولا حاجة عنها؟ تاني حاجة وجهة نظرك ليها، شايفها ازاي؟ شايفها ازاي؟ حاسس بيها ازاي؟ لان ممكن تكون حاجة عظيمة جدا 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 بس انت مش شايفها كده، فما تستفدش منها ولا تستمتع بيها. وجهة نظرك للحاجة شايفها ازاي؟ المراية اللي انت شايف بيها الحاجة بتحكم جدا. حاجتين، عايز تستمتع بحاجة وتستفيد منها. يعني اديك مثل الجواز، الجواز عبارة عن ايه؟ معلومات عن الجواز، ايه حقوق وواجبات الزوجة وايه حقوق وواجبات الرجل، معلومات. لكن في حاجة تانية مهم، انت شايف الجواز ازاي؟ ففي شباب شايفينه متعة بلا مسؤولية لازم ينتهي بطلاق، وفي بنات شايفاه اكسسوارات كده زي الكماليات، زي ما كذا وزي ما بشتري كذا بتجوز علشان اخلص من النكد ومن البيت و و و اروح اتجوز، لازم ينتهي بطلاق. انت شايفه ازاي؟ حسب نظرتك للشيء. فهمت الحكاية دي؟ طب لو قلتلك يبقى معلومات ويبقى ايه وجهة نظرك شايفه ازاي؟ لو قلنا الاتنين بيعملوا 100% تدي كم درجة لكل واحد فيهم؟ المعلومات تديها كم في المية علشان ينجح الموضوع وتستمتع وتستفيد؟ تدي المعلومات كم في المية وتدي وجهة نظرك للموضوع كم في المية؟ تصدقوا ان المعلومات ما تزيدش عن 20%؟ وجهة نظرك انت شايفه ازاي هو 80%، لان وجهة نظرك دي هي اللي هتحكم كل تصرفاتك. المعلومات مهمة بس 20%. ممكن اسألك سؤال بعد كل اللي انا قلته لك ده؟ انت وجهة نظرك في الصلاة ايه؟ انت شايفها ازاي؟ اقول لك انت في ناس شايفاها ازاي؟ حركات ميكانيكية، واحد طالع نازل، وفي ناس شايفاها أداء واجب، وفي ناس شايفاها هم ما بعرفش أنام لما أخلصه، وفي ناس شايفاها بدل ما ربنا يغضب عليا أنا هصلي. أنت شايف، أنت شايفها إزاي؟ خلي بالك 80% من استمتاعك بالحاجة واستفادتك منها أنت شايفها إزاي؟ انتوا بقى شايفين الصلاة ازاي؟ يا شباب يا بنات، وجهة نظرك ايه؟ اداء واجب؟ اعمل ايه؟ لازم اصلي؟ ولا شايفها نور؟ ولا شايفها شفاء؟ ولا شايفها طاقة اليوم وقوة اليوم اللي بتمدني بالقوة طول اليوم؟ ولا شايفها رحمة؟ امتى تيجي الصلاة؟ انت شايفها ازاي؟ هتستفيد منها ولا لا؟ وتستمتع بيها ولا لا؟ طب هو ربنا عايزنا نشوفها ازاي؟ الاول نقول هو عايزنا نشوفها ازاي، وبعدين نشوف. هو ربنا سبحانه وتعالى النبي بيعبر لك بشكل سهل قوي قوي قوي، وخدناه في المدرسه من اولى ابتدائي، الصلاه عماد الدين، وانت سمعتها وحفظتها وخلاص. بس انا عايز اوضحها لك شويه. انا ممكن اجي بيتكم وشخبط على الحيطان مشكلة وتزعل مني وبوظت البيت، بس هتفضل العلاقة قائمة يعني. وممكن أجي أكسر لكم إزاز في البيت هتزعل مني برضو شوية وممكن تعدي يعني. وممكن مش عارف أعمل إيه في العفش بتاعكم، لكن لو قربت من العمود اللي قايم عليه البيت، لو بدأت أخبط في العمود ده أو العمود ده أو العمود ده أو العمود ده، أنا بهد البيت. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لمعاذ بن جبل: ألا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ رأس الأمر الإسلام وعموده
الصلاة. اوعى تهد البنى. انت لو ما يعني مراد الله تبارك وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ايه هي الصلاة؟ الصلاة عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين. شايف الأربع عواميد دول؟ ومن هدمها فقد هدم الدين. انت شايفها ازاي بقى؟ انت وجهة نظرك للصلاة ايه؟ ممكن تغير وجهة نظرك؟ تيجي أعرض عليك وجهات نظر أخرى تشوف بيها الصلاة غير إن هي أداء واجب؟ تصدق إن أنت ممكن تشوف الصلاة على إنها هدية من ربنا؟ على إنها أحلى نعمة في يومك بيمن عليك بيها يوم بيوم؟ إنه وراك إن في حاجة اسمها صلاة وإنها خمس مرات في اليوم؟ هي تغيير وجهة نظر، أنت شايفها إزاي؟ مجرد شيء بيؤدى روتين؟ ولا شايفها نعمة وهدية ورحمة وراحة وقوة وطاقة وسعادة وتطهير للنفس؟ طب أقول لك على أول حاجة تغير بيها وجهة نظرك، تطهير للنفس. عارفين يا جماعة شركات الدعاية والإعلانات، افتح كده أي برنامج أو أي حاجة في التلفزيون هتلاقي الإعلانات بتاعت مساحيق الغسيل اللي بتنظف الهدوم طول النهار شغالة، لأن كل الناس هدومها بتتوسخ، شيء طبيعي. فالشركات دي بتعمل إعلانات بالملايين والناس بتشتري المساحيق دي بالملايين عشان نظافة الهدوم، فما بالك بنظافة النفس؟ فما بالك النفس من جوه؟ ده احنا أنفسنا من ساعة ما بنصحى الصبح لغاية ما بتنام بالليل، النفس العين عمالة تشوف حاجات بتبوظ الدنيا، والودن بتسمع حاجات، والإيد بتمسك حاجات، والرجل بتمشي الحاجات، كل حواسك عمالة تصب في النفس مشاكل مشاكل مشاكل. تخيل هدومك لما بتتملي طين، تقع في طين أو حاجة، تخيل النفس يا عيني في اليوم بتحصل لها إيه؟ مسكينة النفس دي محتاجة تطهير يومي. ممكن تغير وجهة نظرك للصلاة؟ كده تبدأ تفهم حديث النبي وهو بيقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوما خمس مرات. كل يوم أول ما تفتح باب بيتك تلاقي نهر، تقوم نازل في النهر تطلع نقي، هل يبقى من درنيه شيء؟ يفضل حاجة مش نظيفة؟ قالوا: لا طبعا يا رسول الله، لا يبقى من درنيه شيء. قال: كذلك مثل الصلوات الخمس، غير وجهة نظرك للصلاة، يمحو الله بهن الخطايا. إيه رأيك تغير وجهة نظرك تخليها كده؟ أنا يا عم عايز أطهر النفس دي عشان أعرف أعيش، عشان أجدد الروح، عشان أجدد النفس، عشان أبقى كده نقي، ولما ابتسم تبقى ابتسامتي لها معنى، وأبقى كده شفاف، وأبقى طاير في السماء، أنا نقي، أنا نظيف. إيه رأيك؟ من النهاردة كل ما تشوف الإعلانات بتاعة النظافة دي نقول: طب والنفس أولى، وتصدق ببلاش؟ مش بقولك هدية من ربنا؟ ده أنت بتدفع قد إيه عشان تنظف؟ يا أخي ده نظفت النفس ببلاش خمس مرات في اليوم. ايه رايك تبص للصلاه كده؟ تطهير للنفس. طب اقول لك على حاجه تانية تبص لها، بص لها على انها نور. نور ازاي؟ لو دخلت اوضه ضلمه هتتعثر وتتخبط 100 خبطه، الا لو انت عارف فين مفتاح النور. يعني لو داخل غرفه وانت عارف فين النور، كل المطلوب منك بمنتهى السرعه انك تدور مفتاح النور، الدنيا تنور. اسهل وسيله لاضاءه النور في حياتك الصلاه، دوس على المفتاح ولع النور. طب وجبت الكلام ده منين؟ شوف حديث النبي كل ما هو يبقى رايح للصلاة يقول ايه: اللهم اجعل في وجهي نورا، وفي لساني نورا، وفي عيني نورا، وفي أذني نورا، وفي قلبي نورا، اللهم اجعل عن يميني نورا، وعن شمالي نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، اللهم اجعل لي نورا. بيقول يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك وجهة نظرك للصلاة إنها تبقى نور، يبقى تطهير. واخد بالك النبي صلى الله عليه وسلم، النبي بينور لك إزاي تبص للصلاة. تطهير للنفس، اتنين نور. لا أقول لك على حاجة ثالثة، غير وجهة نظرك للصلاة، قوة اليوم. والله يا جماعة صلاة الفجر دي قوة. صحيح أنت صحي تعبان، بس قوة اليوم. ليه قوة اليوم؟ قوة طاقة، يعني السجدة تسجدها تطلع قوي. هتقولي أنا ما بحسش بكده، عشان وجهة نظرك غلط للصلاة، عشان شايفها روتين. غير وجهة نظرك، الصلاة قوة، الصلاة طاقة،
الصلاة حيوية، الصلاة دم بيجري في عروقك. شوف أديك مثل كله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا المثل الأولاني ضربته لك من النبي، نهراً بباب أحدكم. والمثل الثاني اللهم اجعل في وجهي نوراً، ويقول لك بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. طب القوة والطاقة برضو من النبي صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حدبه أمر أو أهمه أمر، لو فيه مشكلة أو موضوع همه، فزع إلى الصلاة. قوة طاقة. لو صليت كده، لو دي وجهة نظرك للصلاة، 80% من استفادتك من الصلاة تتحقق، وتفضل 20% إزاي أدي الصلاة وفقه الصلاة محتاجه، بس وجهة نظرك أهم لأنها 80%. أرجوك صلي كده. ها أنا قلت كم حاجة لغاية دلوقتي؟ قلت تطهير للنفس، وجهة نظر جديدة. في بعض الناس اللي بيسمعوني دلوقتي يقول آه والله ده أنا نفسي بتوجعني قوي. الستات تقول ده أنا محتاجة أجدد نفسي دي عشان أنا بتعب من اللي بشوفه في الدنيا من كذب ونفاق، نفسي بتوجعني. صلي، وجهة نظري. ها وواحد تاني يقول الدنيا بقت ظلمة من كتر أنا مش عارف الحق فين، مين بيضحك عليا ومين مين مرتشي ومين صادق، أنا الدنيا ملخبطة معايا في الشركة. ولع النور، اللهم اجعل في وجهي نورا وفي عقلي نور. وجهة نظر. واحد تالت أنا عايز قوة، أنا قدامي مشروع كبير عايز أحققه في الشركة بتاعتي، شاب عنده حلم عايز يحققه. والله العظيم صلي تاخد قوة. إيه رأيكم؟ تطهير وقوة ونور. آخر حاجة شفاء، شفاء للمرضى، مرضى الجسد ومرضى القلب. حديث للإمام أحمد بالنص كده، صلي فإن الصلاة لك شفاء. ده حديث قاله رواه الإمام أحمد، صلي فإن الصلاة لك شفاء. يا مرضى، يا اللي بتعاني إن عندك غل أو غضب، فاكرين الحلقات اللي فاتت، أو قلق ما بتعرفش تنام من القلق، صلي فإن الصلاة لك شفاء. مصدق النبي ولا مش مصدقه؟ القلب في فرقة طبيعته كده ما بيلمهاش إلا الإقبال على الله. القلب فيه وحشة ما بيزلهاش إلا الأنس بالله. القلب فيه حرقة ما بيطفيهاش إلا الصلاة بين يدي الله. صلي، ممكن تغير وجهة نظرك للصلاة، والله هتسعد. جرب.